أحبتي مشاهدي شاشة زاغروس الفضائية، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في تغطية خاصة اليوم راح تكون من داخل كلية آشور الجامعة لتغطية التدريب الصيفي للشباب اللي أقامته جمعية نبضة الهندسية لتدريب الشباب على جميع أنواع الأجهزة الطبية. ولمزيد من التفاصيل خليكم ويانا. برنامج التدريب الصيفي هو واحد من البرامج المستدامة، وهذه للسنة الخامسة إن احنا ننفذها كجمعية نبضة، وهو يشمل تدريب طلبة الهندسة الطبية في العراق من جميع الجامعات، الطب الحياتي، هندسة الأجهزة الطبية، وهندسة الأطراف والمساند. احنا بالضبط منهاج التدريب الصيفي هو منهاج وزاري معد من قبل وزارة التعليم، احنا ننفذه كمؤسسة كجمعية NGO تابعة لدائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نتعاقد مع شركات كبيرة عاملة بالعراق، نتعاقد مع مهندسين متخصصين ينطون ورش عملية حقيقية لأبنائنا وبناتنا الطلبة. هذا الطلاب قبل أن يتخرج يوصل إلى مرحلة رابعة، هو يحتاج إلى فتشي اللي هو اسمه مشروع التخرج. إحنا حتى نعمق المواضيع لمشاريع التخرج العملية ونبعدهم عن مشاريع التخرج النظرية، المعرفة اللي يأخذها مننا جزء من جهاز، قطعة من جهاز، يفتهم سيستم نظام معين ممكن أن يحوله بشكل بسيط إلى مشروع تخرج. فئة الشبابية حالياً اللي هي يعني نواة قسم هندسة إدارة الأجهزة الطبية اللي راح تتخرج إن شاء الله بعد سنة أو بعد سنتين، حقيقة هؤلاء الطلاب يعني هم راح يمسكون زمام الأمور في هندسة الأجهزة الطبية في وزارة الصحة أو في باقي المستشفيات، وعليه يجب أن يكون هذا التدريب أو التريننج اللي ياخذه يكون على أعلى مستوى من باب السبيسيفيك للجهاز، من باب المينتيننس، من باب الوارنتي. فحقيقة حياة البيشنت راح تكون بيد هذا يعني هؤلاء الطلاب، فلازم احنا نكون داعمين لهم. نحب انه من يتخرجون حقيقة راح يلزمون هم زمام الأمور لقسم إدارة الأجهزة الطبية والهندسة الطبية، وعليه فلازم التدريب يكون جدا جدا مهم، مثل ما عودة على ذي بدء انه حياة البيشنت راح تكون بأيديها المهندس. برنامج طبعا حلو وشامل يجمع اغلب الشركات الموجودة بالعراق والوكالات العالمية، يشرحون يعني المهندسين الموجودين بالشركات يجون يقدمون محاضرات علمية مختصة بكل شركة حسب الجهاز اللي هم مشاركين به. احنا شركتنا اليوم حبينا نشارك يعني بهذا الموسم بهاي السنة بالجهاز السونار الالتراسوند اللي هو جهاز التصوير الطبي بالموجات الفوق الصوتية. ميزة هذا الجهاز هو طبعا الفحص يكون بالموجات فوق الصوتية. ميزة هذا الجهاز يكون هو آمن، انا راح اقدر افحص به كل تقريبا كل اجزاء الجسم عن طريق هو الموجات الفوق الصوتية، راح تكون هي آمنة، فراح أنا أشوف هذا الجهاز كل المستشفيات متوفر. إحنا جينا إحنا يعني من دا نشرح لهم على مود فائدة يعني لهم كعمل، يعني من راح يتعين مستشفى أو يتوظف في شركة معينة راح يستفاد من التدريب، لأن إحنا دا نشرح لهم عدة أقسام، دا نشرح له على الجهاز آلية عمله بصورة عامة كتطبيقات الأبليكيشن مالته، وين نستخدمه، شنو الفحوصات اللي يقدر يسوي بها يفحص بها العفو الطبيب، وهم هنا كصيانة شنو البوردات، شلون آلية عمل الجهاز، شنو ممكن الأعطال اللي تصير بالجهاز وممكن المهندس يتدخل على مود يصلح الجهاز ويعيده إلى العمل. إحنا شركتنا شركة مختصة بالإلكترونيات الـ 3D Printers والـ Smart Devices، حالياً بالتعاون ويا جمعية نبضة ويا كلية آشور الجامعة نقدم كورسات مع تدريب الصيفي حتى تساعد الطلاب يعني يعرف البيسكس اللي راح تساعده بمسيرته بالأربع سنين أو خمس سنين دراسية. أول كورس هو مال أردوينو بيسكس، ثاني كورس هو مال سيركت وبورد ديزاينز. احنا حاليا عارضين سنسرات وسبشالي سنسرات اللي تخص مال الأجهزة الطبية مثلا الاي سي جي والاي ام جي،
وعارضين المايكرو كنترولرز والمايكرو بروسيسرز اللي راح تساعده حتى يبرمج هاي السنسرات ويسوي مشروعه مثلا ما التخرج او حتى لو مشاريع يعني مرحله اولى مرحله ثانيه. بالنسبه كمهندسين اجهزه طبيه ومهندسين طب الحياتي كلش مهم انه يشوفون الجهاز يطلعون عليه قبل لا يتخرجون، حتى من يطلعون سوق العمل بعدين او يروحون المستشفيات بالتعيين الحكومي من يشوف الجهاز يكون فاهم اليه العمل مالته ويعرف الجهاز شلون يشتغل ويعرف شلون ممكن يصلح هذا الجهاز اذا هو من قسم الصيانه. فلازم ضروري انه هو طالب يتعلم كل الاجهزه ويتعلم كيفيه تشغيلها هم يعني. يعني طالب يتعرف على الجهاز فقط بالتدريب الصيفي لو بجامعته من أثناء دراسته خلال الأربعة أو الخمس سنين؟ التدريب الصيفي راح يساعد الطالب كلش إنه يفتهم المواد اللي راح يدرسها. يعني أنا إذا افتهمت جهاز الأكس راي شلون دي يشتغل باكر عقب من راح افتهم من راح ينطوني تعريف الأكس راي ومن راح أدرس المادة راح افتهم شنو يعني أكس راي راح أعرف أربطها ويا الجهاز شنو اللي راح استفاد من عندها في المستقبل.